جديدة من برنامج كويت الشباب. أوكي. ضيفنا اليوم الكابتن أحمد إشكناني. شنو المسمى اللي تحب تطلع فيه كابتن؟ بطل شنو؟ أحمد إشكناني. إيه بس. أنا حبتي. إيه بس البساطة لأني... البساطة زينة. أدري البساطة حلوة بس المسمى بطل عالم لكمال الأجسام، بطل الشرق الأوسط لكمال الأجسام. إيه بطل يعني تقدر تقول بطل عالم كمال الأجسام. أخذت بطولة عالمية. إيه. أوكي. واحد اثنين ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمك الثلاثي سنك أين؟ أحمد عمل. أوكي. أحمد علي إشكناني. خليك مرتاح لا اوكي خليك كذي ايوه لا لا خليك ايوه خليك مجابيني ايوه انت مرتاح كذي مرتاح صادق انا بابي ها كرسي مو شيء صغير اخذ هذا احسن لك اه صار يا اريح تي 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 كذي ما بيك تلصق حيل بس كذي خليك يعني شبر مثلا ايوه اوكي مستانس على الكرسي تزحلك فيه زين عشان يجزرونها شو سوي؟ أوكي علي؟ أنا أوكي؟ يلا ها شنو؟ إيه تست صوت اسمك الثلاثي أحمد أحمد علي إشكناني السن؟ أنا أقول كذي 25 سنة مدرس في وزارة التربية مدرس شنو؟ بدرية فوز وناسة أوكي لا كلش ما ناسة ليش كلش ما ناسة وناسة أنا كان حلمي يصير مدرسة أوكي الحلم شيء والواقع شيء ثاني أوكي تسجيل يلا تمام شكرا يلا جاهز يلا بسم الله نرحب فيكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كويت الشباب. برنامج كويت الشباب برنامج أسبوعي يبث عبر أثير إذاعة OFM ومن خلال هذا البرنامج نستعرض وإياكم وأيضا نستضيف مجموعة من الشباب والشابات الكويتيين من أصحاب المواهب من المتميزين من المبدعين من أصحاب الابتكارات في جميع المجالات المختلفة. تابعونا في حلقتنا لهذا اليوم مع برنامج كويت الشباب ولكن بعد هذا الفاصل. عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج كويت الشباب وحب أرحب بضيفي المتواجد معي داخل الاستديو كابتن أحمد إشكناني بطل العالم في كمال الأجسام. حياك الله كابتن. الله يحييك ويسلمك وشكركم على الاستضافة وشكر المقيمين على هذا البرنامج وإن شاء الله بالنص ساعة هذه نفيد المستمعين إن شاء الله كثر ما نقدر بإذن الله. طبعا كابتن أحمد يعني أنا ودي أوصف ما شاء الله ضخامة الجسم اللي أنا قاعدة أشوفها في الوقت الحالي يعني المستمعين يسمعوننا لكن ما يشوفون ضخامة الجسم. أحمد إحنا نرحب فيك وبالبداية نبنعرف شلون يعني تعرفت أو حبيت رياضة كمال الأجسام. بالنسبة حق الرياضة بشكل عام يعني الحمد لله أنا من العائلة نقدر أقول رياضية يعني أبوي كان رياضي وحاكم كرة قدم وأخوي نفس الشيء رياضي بس أنا شوية رياضتي كانت شوية من نوع العنيف هذا سؤالي كانت البداية مجلات هذا الحكي تقريبا بالتسعينات أول التسعينات مجلات وطالع الأجسام هذه كان عندنا مدرسين كنا يعني الأمانة نأخذ يعني قدوة يعني على أحد المعلمين أستاذ بدر البلوشي يذكر مدرسني بالابتدائي من مدرسينك في المدرسة مدرسين مدرسة هم كان شيء يعني يتمرن كمال الأجسام والله الحمد يعني كان شيء طيب إني أنا اقتديت فيه وما زلت أنا اقتدي فيه وللحين هو يعني أنا معلم في تربية في وزارة التربية وهو حاليا بنفس المنطقه اللي انا داوم فيها منطقه الاحمدي التعليميه حلو وللحين اشوفه هذا يعني لحد يتكلم فوق ال فوق 25 سنه وللحين معاي هو كزميل وللامانه يعني كل ما اشوفه اقول له مشكور وما قصرت انك انت حببتنا بهالشيء وخذناك قدوه والله الحمد احنا قدرنا نسوي اللي هو كان يسويه ووصلنا في هذا المجال ومقتدين بنفس ما هو وماشي على نفس
ما هو كنا نشوفه كاحترام ويحب الناس وتواضع وإلى آخره. محتضن طلبته، يعني دائما المعلم يكون مؤثر في طلابه. نعم. نقدر نقول إن هذا المعلم هو اللي دخل في قلب أحمد أشكناني حب الرياضة. بالضبط. إيه نعم. وش معنى رياضة كمال الأجسام؟ طبعا كمال الأجسام من كمال العقل، يعني يقول دائما العقل السليم في الجسم السليم. فكمال الأجسام رياضة حلوة، رياضة ممتعة، من الرياضات اللي تبين ان الانسان يتمرن او يبين الانسان يلعب رياضة، يختلف عن باقي الرياضيين سواء الرياضيين كرة القدم او الى اخره. الرياضة هذه سبحان الله يعني من شكل الجسم تدري ان هذا الانسان رياضة. يتمرن ويروح يلعب رياضة والى اخره، فشيء حلو. في ناس قاعد تستغله استغلال الخاطئ، لكن احنا كثر ما نقدر ان نوصل صوره حلوه لهذه الرياضه حق جميع الناس، وان شاء الله الناس تتقبل. ان شاء الله. في وايد ناس يعني يخلطون بين رياضه كمال الاجسام ورياضه رفع الاثقال. نعم. ورياضه مثلا الملاكمه. في وايد تداخل. بالضبط رياضه كمال الاجسام شنو اللي يميزها؟ رياضه كمال الاجسام تختلف عن يعني شوفي رفع الاثقال. رفع الاثقال هذا شيء اخر، لان رياضه كمال الاجسام تعتمد على شكل الجسم بالنهايه، كنشافه، ككتله عضليه، ك حده العضله، نشافتها، الالياف تكون مبينه. يختلف عن رفع الاثقال. رفع الاثقال الهدف منها اشيل اكثر عدد من الكيلوغرامات او من الباوندات. طبعا التغذيه تختلف تماما عن رياضة كمال الأجسام عن باقي الرياضات، سواء رفع الأثقال، سواء السباحة، كرة القدم. لها سيستم خاص ومتعب جدا، لأن جميع الرياضات اللاعب يوصل إلى البطولة في قمة لياقته وقمة أداءه وقمة نشاطه، لكن رياضة كمال الأجسام هذه العكس. توصل انت الى البطولة انت واصل اخرك، وسبب هذا قلة الدهون بالجسم والسكريات، وانه يكون الجسم ناشف، فالجسم فبني الرياضي يكون تعبان. هذا اللي يفرق، ان انت تروح البطولة تكون تعبان، اما باقي الرياضات يروح البطولة يكون في قمة نشاطه. فهذا اللي يميز رياضة كمال الأجسام كفكر كتغذية، انه شيء وايد غير عن باقي الرياضات. بعدين عموما جميع الرياضيات جميع الرياضات تعتمد بالنهايه على صالات الجيم، او يعني رياضه كمال الاجسام ك عامل مساعد لرياضتهم. نعم، تعتمد على الجيم او الصاله الرياضيه. نعم. يعني ما نقدر احنا نتدرب في خارج الجيم، لازم في الجيم. كرة القدم يحتاج إلى تقويات داخل الجيم. أوكي، تمرين باجي برا، لكن في جزء بسيط يكون داخل الجيم. السلة نفس الشيء، الطائرة، اليد، الألعاب قوة، الكروسفيت، الرفع الأثقال، كلهم يحتاجون الجيم، صالة الرياضة. نعم، لكن أنا سؤالي يعني لاعب كمال الأجسام يقدر يقوي نفسه بس في الجيم، ولا ممكن يسوي الرياضة بمكان ثاني؟ صعب، لأنه يحتاج معدات، سواء أجهزة، سواء بارات، سواء دامبلز، سواء كتلبلز، يعني يحتاج إكويبمنت، ما يقدر يسويها بدون معدات. صح. وهذه بعد نقطة مهمة بالرياضة هذه. حلو. ردة فعل الأهل، إن الوالد كان حكم وأخوك كان رياضي برياضات مختلفة. رياضات، نعم، احنا نتكلم عن فتره التسعينيات، نكون صريحين، ما كانت مقبوله وايد رياضه كمال الاجسام. رياضه كمال الاجسام ليل 2010 بالكويت ما كانت مقبوله اكثر. بعد يمكن شنو السبب؟ سبب سلوكيات الممارسين لها في السابق. الله يسامحهم، لكن نقلوا صوره يعني مشوهة، مو حلوة، سواء في ماخذينها ان انا العب رياضة كمال الأجسام واشيل اثقال
وكبر عضلات واطلع برا الشارع اروح اتهاوش مع الناس وانا فتوه او معاكسات او الى اخره يعني شيء طبيعي للمجتمع ياخذ انطباع سيء وللحين في ناس يعني لما يشوفك كذي ها لطقنا يعني حتى الغشمره شوي يعني للحين هم على اللي كان يصير في السابق نعم اربطوها في الشغب في المشاجرات بالضبط. في السلوكيات الخاطئه بالضبط. بالضبط. استغلال يعني ضخامه الجسم وضخامه العضلات في مع ان انا هذا ترى كله ما له داعي يعني انت يعني حتى لو ان انت عندك عضلات والى اخره اصلا انت اذا انت انسان رياضي انت لازم تصير محترم مع الناس كلها لان اللي يتهاوش هذا يعني اللي يستغل رياضته في انه يتهاوش مع الناس والى اخره معناته ان هذا يكون في نقص مو عارف يعوضه لكن اللي واثق من نفسه واثق من قدراته عمره ما يتهاوش نعم احنا نسمع عن مصطلح في الرياضة عند كل الرياضيين اسمه الروح الرياضية بالضبط نعم الروح الرياضية انه تخلي بالك طويل تقدر بالك طويل نفسك. تتقبل النقد تتقبل الخسارة هذا الروح هذا الرياضة وحلاوتها ترى كذي انك انت مهما يصير عليك ضغط لازم تتقبل فأتمنى يعني من جميع الرياضيين يتحلون في هذا الموضوع وما يتحسسون خصوصاً رياضة كمال الأجسام لأن وايد يعني احنا حاولنا كثر ما نقدر ننظف سمعة اللعبة هذه لكن لا يزال في أشخاص مسيئين لها إن شاء الله بالمستقبل يعني احنا يعني قبل لما كنا نطلع مثلا روح مجمع ولا إلى آخره يعني حتى العوائل نظرتهم شوية مو مقبولة أو يعني يشمئزون أو إلى آخره أو إنه مشاكل وهو شيء لكن الحمد لله يعني خلال السنين اللي طافت لا النظرة وايد تغيرت من طبعا السوشيال ميديا ساعد صح. على إظهار الصورة الطيبة وهذا دائما أنا أتكلم بالموضوع أنت كونك كشخص أنت مو سفير نفسك أنت سفير للبيت اللي أنت عايش فيه سفير لعائلتك سفير لدولتك سفير لرياضتك لهوايتك لدينك لمذهبك أنت سفير إذا أنت ما وصلت الصورة الطيبة الناس ما راح تقول هذا سيء تقول هذا أهله أول شيء يقول أهله ما ربه صحيح عائلة العائلة الفلانية عائلة بشاكل الدين الفلاني المنتسبين للدين الفلاني كلهم مشاكل وقتل والى اخره صحيح فاحنا بجميع لازم واحد ينظر الى كل هالاشياء صحيح حطها في الاعتبار نحطها بعين الاعتبار نظرة الاهل في اول ما بلشت لين 2010 معارضين من الدرجه الاولى لكن اصراري للموضوع هذا يعني اوكي يعني ما عانتهم لكن هم كانوا متخوفين لشائعات كانت تطلع بالسابق صح. عن لاعبين كمال اجسام وعن الانجاب والى اخره نعم وكلنا عارفين يعني كل الناس فاهمه لكن بعد ما صار في عيال صارت الامور يعني غير عن مختلفة عن اللي كنا احنا نسمعه واصراري على الموضوع هذا اجتهادي ولله الحمد يعني تبدلت النظره ومن معارضين الدرجه الاولى الى ان يعني الوالد كان يسافر وياه اخذ 3-4 بطولات يعني كان معي يسافر معاي يروح امريكا معاي البطوله والى اخره يستانس لانه شاف ان يعني شوف الابو دائما او اي رجل ما يحب احد يكون افضل منه الا ولده صح, صح. فلما راح معاي اول بطوله وشاف ان الناس شلون تعرف تعرف احمد اشكراني تتسلم عليه تسولف معاه تصور معاه والى اخره وشاف الرياضه الصح اللي وشاف الكوميونتي اللي هو اللي احنا قاعدين نقدمه حلو ف يعني 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 انا شفت الفرح بعينه عرفت شلون
فقلت صار مؤيد وقام يشجع ها متى البطوله جايه شد حيلك ها كذي يعني صار في الوالده نفس الشيء فالله الحمد الله الحمد وانا اتمنى ان جميع المجتمعات العربيه ان تاخذ الموضوع هذا بعين الاعتبار وتعتبرها كرياضه يعني احنا من نروح نسافر دول برا وهي فعلا رياضه عالميه جدا يعني وانا قلت لما نسافر اي دوله سواء دول اوروبيه ولا نروح امريكا والى اخره اذا طالعك يطالعك ان انت قاعد تسوي قاعد تقدم شيء فيطالعك بكل احترام ويمدح وعكس تماما بعض مجتمعاتنا دائما فيهم الناحية السلبية هذا مستانس بجسمه هذا مو قادر يمشي هذا يعني حلو كذي أنت ما أنا ما قلت لك أنا حلو ولا مو حلو بس أنا قاعد أسوي شيء لا تي توقف لا تهاجمني وأنا مو ضارك ولا ماخذ منك ولا ماخذ من وقتك ولا أنا قاعد أسوي شيء حق نفسي حلو فمثل ما أنت في عندك وايد أشياء قاعد تسويها يمكن أنا ما تعجبني لكن أنا ما هي اقول لك لا ايش قاعد تسوي انت مضيع وقتك صح. انت شيء تحبه دائما الانسان لازم يكون ايجابي مع الناس اللي حوالينا بالضبط نعم وهذا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله طبعا احنا دورنا هنا في يعني كجهاز اعلامي عبر الاذاعه ان احنا نبين الحقيقه للناس بالضبط هذا نبين النظره الحقيقيه للناس يعني اللي يدش يشوف انستغرام احمد اشكناني يشوف البطولات والانجازات المسطره في هذا الانستغرام احنا راح نسولف عن بطولاتك اكثر واكثر كابتن احمد ان شاء الله بعد هالفاصل مستمعينا فاصل صغير ونرجع نتواصل معاكم في كويت الشباب بيك تذهب انستغرامك علشان انا راح اقوله ولا حافظه اوكي حافظه يعني شنو انا ما ادري يعني. شنو حاسالك تمام اذا يلا جاهز نرجع. جاهز عودة لكم مستمعينا الكرام وبرنامج كويت الشباب ولا زلنا في حديثنا مع كابتن احمد اشكناني بطل العالم في كمال الاجسام حياك الله كابتن الله يحييك وسلم كابتن احمد وايد تذكر امريكا وامريكا ايه الدوله الاولى في بطوله كمال الاجسام طبعا هي في السابق لين فتره قريبه كانت هي قبله الرياضه هذه حلو تمام او ام الرياضه هذه كانديه كسبونسرات كشركات مكملات غذائيه ايفنتات وبطولات كل شيء هناك شيء يخرع حلو لكن الله الحمد فضل العود حق الأستاذ بدر بودي ما راح أذكر عن المعاهد معروفة لكن سوى نقلة بالخليج أو بالشرق الأوسط خلى الناس تتجه إلى الكويت كقبلة ما بيقول قبلة ثانية بس يقول قبلة ثانية لهذه الرياضة نقول قبلة إقليمية يعني في منطقة الشرق الأوسط مو إقليمية قاموا عيون من أمريكا محترفين يعدون لبطولات مستر أولمبيا اللي مقامة في أمريكا أي الكويت يعد ويجهز عشان يروح يشارك في أمريكا هذه طبعا الأستاذ بدر ودي يعطي الصحة والعافية سوى نقلة خيالية في هذه اللعبة كأجهزة كسابلمنت كبطولات يسويها هني خلى توجه العالم مو توجه العالم الحين لو اي شخص يسافر برا كدول اوروبيه ولا امريكا ويقول لهم انا من انا اتمرن في اكسجين ين انت شلون قاعد تتمرن باكسجين هل يعني ودهم انه بس اي يعني وايد ناس يقول انا باي البلان مالي انا اي الكويت عشان اتمرن في اكسجين وارجع مره ثانيه ديرتي مو اي الكويت ازورها اشوفها واخذ سياحه مثلا اي اتمرن في اكسجين واخذ الخبره واشوف لان تنويع الاجهزه داخل خيال دش النادي كل ما تحتاجه في هذه الرياضه تلقاه مكملات غذائيه اكل فيزيوثيرابي وعلاج طبيعي أجهزة يعني شيء خيالي أنا ما شفت نادي حتى في أمريكا فيها تنوع من أجهزة ومو بس تنوع وأجهزة وأقدم نادي هني بالكويت في من وادي أكسجين اللي هو أكسجين العدلية
اكبر من اكبر نادي هناك عندهم في امريكا وبالاضافه الى النظافه. النادي من 2004 الى الحين احنا 2018 كم هذه 14 سنه النادي كنا تو فاتح كنظافه عمال نظافه موجودين 24 ساعه وها والنادي يفتح 24 ساعه فالشيء هذا خلى الناس كلها تتوجه الى الكويت وضروري حق كمال الاجسام لان تقضون وقت طويل في النادي بالضبط انت تدش النادي يعني بتاخذك اقل شيء يعني 4 ساعات صح. انت بعد اذا تدرب برايفت تقعد لك 6 ساعات مرتاح فوجباتك موجوده نعم. السابلمنت موجود الاجهزه موجوده الكارديو عده خربطه شيء جدا ممتع حلو احمد اشكناني احنا كلام وايد حلو اللي سمعناه عن الكويت انها صارت نقوله بكل فخر قبلة ثانية نعم. لرياضة كمال الأجسام بعد أمريكا طبعاً أكيد في صعوبات ما زالت تواجهكم أنتوا كلاعبين كمال أجسام كمدربين كحكام أياً كنتوا في هذه الرياضة شنو الصعوبات اللي تواجهكم شنو الأشياء اللي تبونها عشان يعني نتطور أكثر وأكثر في هالرياضة الصعوبات حالة حال أي رياضة ثانية أقول وأنا في رياضات يعني باخذين حق احنا نحتاج الدعم ما نقول دعم مادي احنا نبي دعم معنوي نبي نرجع البطوله نبي على الاقل كلمه شكر تقدير دائما الرياضه هذه للحين المسؤولين للحين في نقطه بهالرياضه دائما انه يوقفون بريك عنها ما احب اتكلم في هالموضوع لكن انت بالنهايه هذا قاعد يروح اللاعب قاعد يصرف من جيبه قاعد يجتهد قاعد يتحمل تعب الدايت وألم الدايت وألم التمرين وإلى آخره عشان يروح يمثل دولة الكويت في أي بطولة ناهيك هو شنو قاعد يسوي ناهيك الرياضة شنو تعتمد عليه ناهيك عن كل هذا بس بالنهاية هو قاعد يروح يمثل الدولة صح فيستحق تكريم طبعا يستحق تكريم هذا رفع اسم الدولة يعني أنا لحين أذكر أول ما أخذت كرت الاحتراف وشاركت مع المحترفين في أول بطولة لي مع المحترفين أخذت فيها مركز أول وكان معي عبد الهادي الخياط هم المحترف كويتي أخذ مركز ثالث وكان معنا 2 من امريكا كانوا قاعد يجهزون معانا يو هناك وين كانت هذه البطوله كانت في امريكا في ولايه تامبا المعلق قاعد يقول يعني الكلمه يعني انا لما سمعت الكلمه شعر جسمي وقف قال شنو قاعد يصير بالكويت مستغرب شنو قاعد يصير تخيله يعني قدام الناس ان الفلان فلاني من الكويت فلان فلاني من الكويت شنو قاعد يصير بالكويت؟ وشنو الكويت من وين طلعت؟ فيها الرياضة شيء جديد. شيء جديد وفي ناس في ناس يمكن ما عرفت اسم الكويت إلا من الرياضة هذه ما عرفت يعني أغلبية الناس لما تكلمها ميدل إيست يقولك دبي لكن لما يقول لك أكسجين كويت هني هذا يعني شيء وايد يعني لدولة الكويت شيء وايد عظيم إنه الرياضة هذه خلت ناس ما كانت تعرف شنو الكويت صارت تعرف الكويت وتهاب تيم الكويتي بالضبط فأنا أشوف هذا شيء كبير ويستحق يستاهل الدعم أتمنى من المسؤولين يلتفتون حق هذول الشباب يعني أقل ما فيها يعني كلمة شكر تقدير خليك من الدعم المادي دعم معنوي على الأقل لا وضروري الدعم المادي المادي طبعا نعم. طبعا المادي وايد مهم صحيح لان في ناس في عندها خامات لكن تنقصها الماده صحيح ما راح يقدر يكمل طبعاً. في ناس والله الحمد مثلي انا ولا غيري الحمد لله الكهرباء الماده موجوده قاعدين نشتغل ما قاعد يعني مو الماده موجوده ان احنا مثلا من عوائل مرتاحه ماديه لا احنا قاعدين نشتغل صحيح. بالرياضه هذه سواء بالتدريب سواء بالاونلاين تدريب سواء كسبونسرات عندنا فقادرين نغطي حوائجنا وزيادة الله الحمد لكن لا سمح الله أنا بعد فترة ما خسرت البزنس مالي مثلا راح يصير في دروب فلازم يكون في دعم مادي
يساعد اللاعبين هذول. يعني عندنا اخونا محترف سامي الحداد من البحرين، حاليا متفرغ من الوظيفه، جوازه المهنه اللي بجوازه لاعب محترف كمال اجسام، ينزل له معاشه على اساس انه محترف وجوازه هو محترف، يروح يتمرن ويمشي. هذه وظيفته. انا لا، انا قاعد اقوم الصبح اروح طابور الصباح، جابر الطلبه ارجع البيت اريح شوي، اروح اتمرن، بعدين جاب البرايفت او البزنس مالي، بعدين اتمرن مره ثانيه، بعدين ارجع البيت قتيل. وهذا هو الروتين، يعني حياه اجتماعيه فعلا صفر. حياه اجتماعيه انا اتكلم، ويعني انا اسف جدا ربعي واهلي شيء ما قاعد اتواصل معاهم، بس بالنهايه هذه حياتي يعني. فالحياه الاجتماعيه صفر. صحيح. بس شو تسوي؟ شيء ابدا من شيء. اي والله. احمد عندك او عندكم اتحاد؟ لجنه اولمبيه. ما في اتحاد؟ اتحاد حاليا ما في. تتوقع اذا صار في اتحاد راح تنحل هالمشاكل؟ اي نعم. اذا انحلت المشاكل عشان يصير في اتحاد، الاتحاد راح يحل مشاكل وايد. ان شاء الله يكون عندكم ان شاء الله. ان شاء الله احنا نتمنى يعني ان نرتقي اكثر واكثر. لله ان شاء الله. والله بالعكس، يعني انا حرام يعني في ناس قاعد تتعب، في شباب قاعد تبذل قصارى جهدها، وبدت تنتشر الرياضه، تنتشر واي. مو بدت تنتشر الحين، يعني مو بس الشباب، يعني الحين اللي صاير طفره رياضيه خياليه بالكويت. نعم. سواء رجال ولا نساء، صح، واعمار متفاوته. يعني مو بس التينيجرز، لا يعني اتكلم من 15 سنه الى 50-55 سنه. صح. هذا العمر كلهم بالنادي. صحيح صحيح. فنتمنى ان شاء الله نتمنى هالشيء. احمد، غير استاذك اللي انت الحين معاه بنفس المدرسه، في قدوه او مثل اعلى لك في الرياضه، في رياضه كمال الاجسام؟ في وايد. مثل اسماء خليجيا وعالميا. خليجيا انا بالنسبه لي خليجيا سامي الحداد البحريني. نعم. عالميا عربيا رامي السبيعي من مصر. من مصر. عالميا في عندي اثنين، فليكس لويس وفيل هيث، هذول ابطال بالمستر اولمبيا، واحد بالوزن المفتوح، واحد بالوزن 212 اللي انا العب فيه. هذول يعني دائما اخذ بقدوه، اشوفهم شنو يسوون، اتابعهم. ممتاز. واحد يتعلم. نعم اكيد بالفعل. ومو عيب ان الواحد يتعلم ترى. طبعا طبعا. نعم. انت عشان توصل للقمه لازم تتعلم من اللي سبقوك في هذا المجال بالضبط. علشان تكمل وتوصل لمرتبه اعلى من مرتبتهم. ها واشف. تفضل. وعلى مستوى الكويت. نعم. اخوي رضا القبندي. رضا القبندي. نعم. نوجه له تحيه طبعا. احنا متواصلين معاكم في كويت الشباب، وهذا الحديث مع كابتن احمد اشكناني بطل العالم في كمال الاجسام. بريك صغير ونرجع نتواصل وياكم. بريك توايد من فعل بريك. قلبه متروس القلب حيل. الله يعينك. إذا ما في اتحاد شلون ضل اتحاد؟ ماكو. الله كريم. الحين في اتحاد بس حق رفع الأثقال النصاب. رفع الأثقال فيه لكن رفع الأثقال كنا بعد لازم أولمبية بعد يمكن مو اتحاد. لا لا تو سووا. صدق؟ تو سووا. إيه. لأن قبل كانت رفع كانت لجنة أولمبية لرفع الأثقال وكمان الأجسام. مع بعض. أيه. انفصلوا وصار رفع الاثقال صار بروح، لان لما دقينا عليك اول مره لما كنت بامريكا كان على اساس انه صار في اتحاد لرفع الاثقال. انا راح عن بالي. اي لا لا فرق. اي لا فرق. يلا الحين البارت الاخير يلا من البرنامج، وان شاء الله بعدين نختم ان شاء الله. عودة لكم مستمعينا الكرام وبرنامج كويت الشباب، ولازلنا في حديثنا مع كابتن أحمد اشكناني بطل العالم في كمال الأجسام. كابتن أحمد أنت بطل العالم، فشنو البطولات العالمية اللي دائما تحرص أنك تشارك فيها أو تحب تشارك فيها؟ بطولة مستر أولمبيا اللي هي أقوى بطولة في هذا المجال، في مجال المحترفين، هذه دائما أنا أحرص أشارك فيها. حتى يعني اخر سنه شاركت فيها، لو لاعب ثاني غيري والظروف اللي مر فيها ما راح كان يشارك في هذه البطوله. نعم. لان على السنه اللي طافت او هالسنه هذه من بدايتها لقبل البطوله ب
ثلاثة أشهر خضت أربع عمليات بنجعام. يا ساتر. الأخيرة كانت برمضان. ما تشوف شر. الشر ما يجيكم. لكن أصريت إني ألعب البطولة هذه لأن أنا اسمي قوي في البطولة هذه سنتين على التوالي 2016-2017 ما أخذ الثاني. ما شاء الله. لازم ألعب 2018. نعم. قدمت مستوى حلو. كتغيير كتطوير في العضلات موجود لكن كان ينقص النشافة الزايدة لأن أنا أتوقع البنج وايد أثر لأن البنج طبعا. أربع مرات ما أخذ بنج عام صحيح. يأثر على نشافة الجسم وعلى سماكة الجلد لكن صريت إني ألعب لله الحمد يعني أنا ما أقول إن خسرت لأن أنا خليت رابع في هذه البطولة رابع بالنسبة حق مستر أولمبيا جدا إنجاز. جدا لأن هذه آخر بطولة بعد ما في والخمسة الأوائل يتأهلون دايركت حق السنة الجاية ما يحتاجون يلعبون بطولات ممتاز فأنت متأهل فأنا أوريدي متأهل لكن يعني إحنا كنا نتأمل إن المستوى يكون أفضل لأن إحنا رفعنا سقف الطموح حق المجتمع العربي سواء خليجيا أو عربيا أو بالكويت والناس كانت تطمح أحمد إشكالي بأكثر وأنا بالعكس أنا مستانس إن وايد رفعنا سقف طموح الشارع العربي مع أن الرابع مو شيء سهل ما حد كان يحلم فيه طبعا. لكن لما تشوف الناس ضاق خلقها أنك أنت خليت رابع وقام ينتقدون بشدة معناته تعرف نفسك أن أنت كنت في محل أن كانوا يبونك تسوي شيء لكن سمع الله كل بطولة ولها ظروفها ولا طبعا. بس أنا أشوف عن ظروف أنت مريت فيها بعد أنا بس أنا أشوف هذا الشيء ما قلت أنا قبل البطولة ولا بعد البطولة ولا أتعذر ولا أقول أن الحكام ظلمون الشيء لا 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 أنا مركزي هذا هو مركزي أخذته حقي وزيادة لكن ما العمليات اللي مرت فيها أنا ما حطيتهم شماعة للأمانة لأني أنا اجتهدت وكنت واصل لمرحلة حلوة لكن شيء يعني البطولات دائما آخر الأيام آخر أسبوع أو آخر ثلاثة أيام هني أي غلطة تكون محسوبة لك لازم أنا أكيد مريت في أغلاط وما كنت منتبه لها لكن إن شاء الله بإذن الله نوعد الجمهور أن البطولة القادمة راح تكون وايد أفضل إن شاء الله وطبعا أوجه تحية حق أخوي العود وأنا أسميه نصي الثاني أخوي كابتن أحمد عسكر كابتني ومدربي وأخوي وصديقي وكل شيء إن شاء الله هالسنة نوعدكم في مستوى أفضل إن شاء الله مستوى مشرف مستوى يليق بالسقف اللي إحنا رفعناه عشان يعني نرضي طموح الشعب أو الشارع العربي ونرد المركز إن شاء الله برافو إن شاء الله أحمد كنت أنت الوحيد العربي في الفائزين آخر بطولة آخر بطولة كنا إحنا يعني عرب كنا يمكن خمسة أو ستة من الفائزين من المشاركين لا. المشاركين اللي خذ ثاني اللي خذ ثالث كمال عبد السلام ليبي أنا خذيت رابع سامي الحداد أتوقع يعني مركز ثامن سمير طرودي هم من الجزائر هم يعني توب 10 في عندنا أحمد ومحمود الدرة هم خذوا هم مراكزهم بعد التوب 10 لكن الحمد لله يعني أنا يعني هالبطولة هذه حسيت إن أنا مو بروحي العام وأول العام كنت أنا بروحي بشارك البطولة كعربي لكن البطولة الحمد لله حسيت إن أنا مو بروحي يعني معي ناس حلو. فحلوة المشاركة وألف مبروك حق الناس اللي فازت وهارد لك حق الناس اللي ما فاز بعدنا ما في هارد لك لأن اللي وقف على الستيج هذا بطل تعب صح. وصل فألف مبروك لهم كلهم إخواني سواء عرب ولا سواء أجانب لأن كلهم أنا أحبهم كلهم علاقتي معهم طيبة أوكي.
وإن شاء الله كل التوفيق لهم في الموسم القادم، وإن شاء الله نقدم كلنا مستوى أفضل يليق في الوطن العربي، يليق في الرياضة هذه، يليق في الكوميونيتي مال رياضة كمال الأجسام. أكيد أحمد، أكيد في بطولات محلية، بما أن قلنا أن الكويت صارت هي الوجهة الثانية. نعم. لرياضة كمال الأجسام بعد الولايات المتحدة. إحنا قاعد نشوف وايد بطولات قاعد تصير. عندنا أندية مميزة، عندنا بيئة وايد حلوة. شنو أبرز البطولات المحلية اللي شاركت فيها والألقاب اللي حصلت عليها؟ بطولات محلية العام بعد بطولة مستر أولمبيا كانت بطولة كويت كلاسيك للمحترفين، حصلت فيها على المركز الأول. ما شاء الله. هذا في مجال الاحتراف. قبل لا احترف شاركت في بطولة بلاتينيوم سنة 2015، خذيت أول. هذا أيام الهواة. بطولة كانت منظمتها أكسجين، هم خذيت فيها الأول وبطل أبطال. أول بطولة شاركت فيها سنة 2002، خليت فيها مركز الرابع. هذه مميزة طبعا. طبعا أول بطولة. لأن أول بطولة. أول بطولة وأنا كنت بالثانوية للحين. ما شاء الله. بطولة معهد راس السالمية 2003 خليت فيها أول. الحمد لله، يعني أنا يعني مجالي بالرياضة هذه يعني دائما اول ثاني اول ثاني. عندي يمكن بطولتين او ثلاث اللي خذيت فيها ثالث رابع، بس لله الحمد في مجالي سواء بالمحترفين او بالهواة اول ثاني اول ثاني. الحمد لله، هذه نعمة من رب العالمين ان شاء الله دائما وتوفيق. الحمد لله. احمد، اللي يحب يتابعك او عنده فضول اكثر انه يتعرف على هالرياضه، عنده فكره نقول مغلوطه عن الرياضه ويبي يعرف الصحيح في رياضة كمال الأجسام، أنت قدوة إن أنت تعلم الناس، أنت قدوة إنك تعطي الناس المعلومات الصحيحة في رياضة كمال الأجسام. شلون يتعرفون عليك من خلال السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا الإنستغرام والسناب شات. حلو. نفس الأكاونت. أحمد أندرسكور أشكلاني. أيوة. عبارة عن AHMD أندرسكور ASHKANANI. حلو. هذا الانستغرام والسناب شات. اليوتيوب عندي شانل. نعم. باسمي انا احمد اشكناني موجوده. نكتبها في العربي احمد اشكناني. بالانجليزي. نعم. اي تكون موجوده. دائما يعني اطرح في مواضيع، في دائما يعني حياتي خصوصا بالسناب، دائما حياتي او لايف ستايل مالي، شو اسوي، وين اروح بالمدرسه والى اخره. فكثر ما نقدر نحاول نقل صورة طيبة عن هذه الرياضة. حلو. وعن الممارسين لها. وإن شاء الله بإذن الله تتحسن الصورة إن شاء الله، ونوصل اللي احنا نبي، والمجتمع يكون راضي عن الأداء اللي احنا قاعد نأدي والرياضة هذه إن شاء الله. فعلا إنستغرام جدا مميز، يعني أنا قاعدة أتصفح وأشوف في نصايح، في توجيهات، في إعلانات أنت جزاك الله خير تحطها للي حاب إنه مثلا يشارك أو حاب إنه يتعرف على منتجات خاصة بكمال الأجسام. وطبعاً أكيد صدرك مفتوح وواسع لأي شخص. عاد أنا سواء بالإنستغرام أو بالسناب عادي، بس في أسئلة معينة ما أقدر أجاوبها، لكن باقي الأسئلة لا عادي. نعم أحمد، المستوى اللي أنت وصلت له مو عادي ومو سهل، وأكيد كان بتضافر جهود مع أشخاص آخرين. نعم. رسالة شكر أحمد إشكان يوجهها لمن؟ إلى أستاذ بدر بودي، نادي أكسجين، أحمد عسكر مدربي، كل الربع اللي دار مداري كانوا يشجعوني. يعني بتكلم على سامي، عندنا احنا طبعا ثلاث أو أربع مدربين من أفضل المدربين بالعالم كويتية. الكابتن أحمد عسكر، عبد الله تيبي، أحمد النغي، عندنا حكام من أفضل حكام، الحكم محمد إشكالي، الحكم صقر الدوسري، ربعي الموجودين معاي سواء محترفين ولا هواة اللي سافرون معاي يشجعوني. حلو. تحية شكر بحقهم شوية. أكيد. ما أدري شو أقول لهم، يعني مهما أقول ما راح أوفي بحقهم، لأن فعلا رجال يعني بدونهم أحمد إشكالي ما راح يكون موجود. هم يعطينك الدعم المعنوي. معاك. أيوة. يعني بدونهم وبدونها وبدون الجمهور، لأنه بدون محبة الناس
بدون الجمهور اللي واقف خلف احمد الشكراني ما راح يكون في احمد الشكراني طبعا. فعساس كذي دائما الجمهور انا عندي رقم واحد، سواء اي استفسار اي سؤال كثر ما اقدر احاول ارد عليه، لان بالنهايه هذول هم السند. لان الرياضه ممكن بعد فتره خلاص تروح، ممكن لا سمح الله صارت اصابه بعيد الشر على الجميع، راح توقف، يظل في السمعه الطيبه صح والمحبين. اذا الناس حبتك حتى لو تركت الرياضه هذه راح تظل تحبك وتدعي لك وتذكرك بكل خير. انا هذا بالنهايه هذا الواحد يبي باكر الله خذ امانته، يبي دعوات الناس بعد عمر طويل ان شاء الله للجميع، يبي بس دعوات الناس وحب الناس له ووقفتهم معه. ما يبي باكر يخلص من الرياضه هذه الناس ما تذكره حتى. فانا دائما هذا عندي نقطه الاولى، الجمهور عندي رقم واحد. نعم، وفي النهايه الرياضه هي رساله. بالضبط. يعني هي وسيله توصل من خلالها رساله، رساله حب، رساله سلام، رساله امان لهالعالم، على قولتهم نمحي فيها كل الفوارق اللي بين البشر. بالضبط. وكلنا رياضيين، ونرجع ونقول ان الروح الرياضيه هي اهم شيء. بالضبط. في الرياضه. وياما ياما في رياضات حلت حروب بين دول. طبعا. حلت مشاكل بين صح. دول. صح. فحلو واحد يتحلى بهذا، لا تخلون الرياضه يصير فيها حقد وفلان يفوز عليك وفلان يفوز عليك ويتحدون لا، الرياضه حلوه، الرياضه واحد يستمتع فيها بالفعل. شجع، حب اي لاعب تبي شجع لاعبك، بس لا تطق باللاعبين الثانيين. شجع لاعبك وارفع فيه السما، بس لا تطق اللاعبين الثانيين، لان كل واحد قاعد يجتهد، كل واحد له ناس تحبه. خلوا الرياضه حلوه، خلوا الناس تستمتع، لا تكرهون الناس في الرياضه هذه او اي رياضه ثانيه. خلوا الناس تستانس، خلوا الناس تستمتع، الرياضه فيها فوز فيها خساره، والخساره تتعوض. بالفعل. نعم، احنا نشكرك احمد الشكناني، يعطيك العافيه. شكرا عافية. على هالساعه اللي اكرمتنا فيها من وقتك، ونتمنى لك التوفيق اجمعين ان شاء الله. الله يسلمك وفالك ان شاء الله المركز الاول. دعواتكم دعوات ان شاء الله المتابعين، وان شاء الله باذن الله وعد السنة القادمة راح تكون سنة خير إن شاء الله بإذن الله. مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا معكم لختام حلقتنا، كنا مع كابتن أحمد الشكناني بطل العالم في كمال الأجسام بطولة مستر أولمبيا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. ووصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كويت الشباب، تابعونا في الحلقة القادمة. هذه تحية أسرة البرنامج، إلى اللقاء ومع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك، طول عمرك. سامحونا على القصور، سامحونا على القصور متابعين. الله يحفظكم. الله يحفظكم. فما الله، أتمنى تكونون استمتعتوا في هذا اللقاء الخفيف اللطيف على قلوبنا وقلوبكم. في أمان الله. يعطيك العافية. الله يعافيك، طول عمرك.